بهالفيديو رح نتكلم عن جزء Call of Duty القادم. أدري آخر جزء Call of Duty Black Ops Cold War ما صار له نازل تقريبا 5 شهور، بس في كل سنة في هالوقت تبدأ تطلع تسريبات عن جزء Call of Duty القادم، وهذا الشيء صار هالسنة. طلعت كتير تسريبات عن الجزء القادم، عرفنا اسم الجزء، عرفنا وين رح تكون أحداثه وأي شركة رح تسوي الجزء، فكل هالمعلومات رح نغطيها بهالفيديو. فيلا خلنا نبدأ. هذا الفيديو برعاية أوروس جيجا بايت. أوروس هي من أول الشركات اللي بتنزل لابتوبات جيمينج تدعم كروت شاشة انفيديا RTX 30 سيريز، نفس اللابتوب الخارق اللي شايفينه قدامكم يلي هو أوروس 15GXC. هاللابتوب بدعم كرت شاشة RTX 3070 ومعالج انتل كور i7 من الجيل 10 و16 جيجا بايت رام وشاشة فول اتش دي 240 هرتز. مع هاي المواصفات هاللابتوب يعتبر أكثر من خارق، وبوجود كروت شاشة انفيديا RTX 30 سيريز فهذا معناته وجود تقنية الري تريسينج والدي ال اس اس. الري تريسينج هي خاصية تتبع الأشعة على الأسطح اللي بتخلي الألعاب شكلها جدا جميل، والدي ال اس اس هي تقنية تعزيز الأداء باستعمال الذكاء الاصطناعي، ففينك تلعب 4K مع فريمات جدا عالية باستعمال هالتقنية. وبطارية اللابتوب بتدوم إلى 8 ساعات. أظن سمعتوا كلام كثير ناس عم بيقولوا بالفترة الماضية لا تشتروا لابتوبات، استنوا لابتوبات اللي تدعم كروت شاشة انفيديا الجديدة، وهي من أول لابتوبات اللي بتدعم كروت شاشة انفيديا 30، ولابتوب جدا رهيب بالذات لألعاب الشوتر يعتبر خارق. فإذا ودك تعرف معلومات أكثر عن اللابتوب ورابط الشراء شيك اللينك الموجود بالوصف، ويلا خلينا نبدأ بالفيديو. طيب خلينا أول شيء نبدأ بالتسريبات، من وين طلعت وهل هالتسريبات موثوقة ولا لا. من أول تسريبات اللي طلعت كان من شخص اسمه توم هاندرسون، هذا جدا مشهور، سرب كتير أشياء عن بلاك أوبس كولد وور وعن الوار زون ومودر وورفير، وكلها طلعت صحيحة. من بداية السنة بدأ يلمح إنه لعبة كول أوف ديوتي القادمة راح تكون من تطوير سلج هامر وراح تكون بحقبة الحرب العالمية الثانية. بعدين إجت صفحة على تويتر اسمه مودرن وورزون كمان معروفة بالتسريبات، وأكدت أنه اللعبة القادمة رح تكون بالحرب العالمية الثانية. بعدين طلع تسريب ثاني من توم هاندرسون نفسه وحكى فيه ألعاب كول أوف ديوتي القادمة بال3 سنوات. قال أول لعبة من تطوير سلج هامر رح تكون بحقبة الحرب العالمية الثانية، اللي بعدها رح تكون مودرن وورفير 2، مو مودرن وورفير 2 اللي لعبناها من 10 سنوات، لا، مودرن وورفير اللي هي التكملة لمودرن وورفير اللي نزلت ب 2019، واللي بعدها رح تكون بلاك كوبس بس بالمستقبل مع قفزات ومشعل حية، يعني نفس بلاك اوبس 3. طبعا رح اسوي فيديو مستقل نتكلم ونتناقش فيه عن الاشياء هي كلها، بس خلنا حاليا نركز على كول اوف ديوتي القادمة اللي هي بحقبة الحرب العالمية الثانية. بعدين عنا مسرب ثالث، عنا كتير مسربين، المسرب الثالث اسمه فيكتور زد، وهذا اكثر مسرب موثوق، هذا اللي سرب لنا مودرن وورفير، بلاك اوبس كولد وور، حتى تفاصيل اعلان بلاك اوبس كولد وور كان يقولها وكلها تطلع صحيحة قبل ما ينزل اعلان. فهذا الشخص بشهر 2 حط صورة كول اوف ديوتي World War 2 وحط فوقها شعار المطرقة اللي هو سلج هامر، فيعني قاعد يقول انه اللعبة القادمة من تطوير استوديو سلج هامر وراح تكون بحقبة الحرب العالمية الثانية. واذا كل هالتسريبات ما اقنعتكم فصفحة مودرن وورزون كمان معروفة بالتسريبات طلعت امس وقالت انه اسم لعبة كول اوف ديوتي القادمة راح يكون World War 2 Vanguard. بعدين لما دخلت على المقال قالوا انه هذا الاسم المبدئي، يعني هذا الاسم راح يتغير، بس حاليا اسم اللعبة بالشركة الاسم الاولي World War 2 Vanguard، فيعني تأكدنا 100% انه اللعبة بحقبة الحرب العالمية الثانية. طيب خلنا نشوف مع بعض هل هذا الكلام منطقي ولا لا. هل منطقي انه اللعبة الجاية تكون من تطوير سلج هامر وتكون بحقبة الحرب العالمية الثانية، بالذات انه اخر لعبة لسلج هامر كانت World War 2 وكانت بالحرب العالمية الثانية وكانت لعبة جدا سيئة من وجهة نظري. راح نتكلم عن رأيي بعد شوي، بس حاليا خلنا نشوف هل منطقي ولا لا. انا اشوف جدا منطقي، لعبة Call of Duty World War 2 مع انها كانت سيئة من سلج هامر بس باعت فوق 20 مليون نسخة وكانت من ضمن اكثر 10 العاب مبيعا بسلسلة Call of Duty. وثانيا هما بدهم يخلوا كل الالعاب بنفس العالم، Black Ops، Modern Warfare وحاليا World War 2. الحين اللي نعرفه من القصة انه بلاك اوبس كولد وور ومودر وورفير اللي نزلت بعام 2019 الاثنين بنفس العالم. عشان تعرفوا وين ومتى احداث القصة خليني اشرح لكم بشكل جدا مختصر عالم كول اوف ديوتي حاليا. نحن شفنا انه بلاك اوبس كولد وور ومودر وورفير بنفس العالم، بلاك اوبس كولد وور قبلها بلاك اوبس 1 وقبلها وورد ات وور. نحن حسب ما سمعنا من الشركة انه بلاك اوبس كولد وور تكملة، ومودر وورفير بنفس العالم بس بالمستقبل، مودر وورفير الجديدة، ما قاعد اتكلم على اجزاء مودر وورفير القديمة، بنفس العالم بس بالمستقبل بعام 2019. طيب
فبما ان جزء كول اوف ديوتي القادم مفروض يكون بنفس العالم، كيف راح يكون بالحرب العالمية الثانية؟ نحن نعرف انه World at War بنفس العالم، World at War من تطوير تريارك عام 2008 كانت بالحرب العالمية الثانية. لو دخلتوا قرأتوا مقال Modern Warzone اللي سرب الكلام هاد كله، قال انه احداث اللعبة مو بالحرب العالمية الثانية، احداث اللعبة بعد 5 سنين من الحرب العالمية الثانية، اي عام 1950 بحقبة حرب كوريا. بالتاريخ الحقيقي عام 1950 صارت حرب ضخمة بين الكوريتين، الكورية الشمالية والجنوبية، واحدة منهم عم تدعمها أمريكا وبريطانيا وحلفائهم، والثانية عم يدعموها روسيا والاتحاد السوفيتي. فعلى الأكثر أحداث اللعبة رح تكون هنا. طيب ليش اسم اللعبة World War II Vanguard؟ مثل ما قلنا هذا الاسم المبدئي، اللعبة جدا قريبة على الحرب العالمية الثانية، يعني عادي نبدأ اللعبة بنهاية World at War، بنهاية الحرب العالمية الثانية، وتروح فينا الأحداث للحرب الكورية. فوجود اسم World War II بالعنوان ما هو شيء غريب. وعلى الأكثر رح نشوف الإعلان بشهر 8 نفس Black Ops Cold War، ورح يكون جوا الوار زون نفس اللي شفناه مع Black Ops Cold War. اللي ما يدري الوار زون خلال أسبوع أو أسبوعين الماب رح يتغير بالكامل ويتحول لبلاك اوبس كولد وور، وراح يصير استوديو تريارك المسؤول عن بلاك اوبس هو كمان مسؤول عن وورزون بمساعده ريفن. خلاص انفينيتي وورد ما راح يكون لها اي علاقه. فاظن نفس الشيء لما تنزل لعبه كول اوف ديوتي وورلد وور 2 راح تضل مع تريارك لحد شهر 3 عام 2022، بعدين تتغير الماب بالكامل لتمشي احداثها مع وورلد وور 2 وتصير الماب كلها بحقبه الحرب العالميه الثانيه. طيب الحين خلينا نتكلم عن رايي بالموضوع. هذا الشيء أحبطني بشكل جدا كبير، لأنه اللي شاف فيديو اللي سويته من فترة اللي هو قيمت فيه كل أجزاء Call of Duty، اللعبة الوحيدة تقريبا اللي حطيتها بأسوأ قسم هي لعبة Call of Duty World War 2 اللي كانت من تطوير نفس الاستوديو سليج هامر. اللعبة بالنسبة إلي كانت جدا سيئة من ناحية المالتي بلاير، الزومبي، القصة، كانت لعبة مملة، الموفمنت فيها جدا بطيء وسيئة بكل النواحي. فحاليا عم نشوف لعبة بنفس الحقبة ومن نفس المطور، فصراحة ما أدري شو اللي نتوقع، بس ممكن هالمرة ضبطوها. أنا بالنسبة إلي World War 2 كان أكتر شيء سيء، نظام الموفمنت أحسه جدا بطيء، الألوان تحسها باهتة. فممكن حاليا لو بتشوفوا آخر لعبتين Black Ops Cold War ومودر وورفير، نظام الحركة جدا سلس، جدا سريع وسهل. فلو خلوا نظام الحركة شبيه بBlack Ops Cold War باللعبة القادمة، أظن هالشيء ممكن يساعد اللعبة. وكمان ذكروا إنه هاللعبة عم بيشتغلوا عليها 4 سنوات، يعني اللعبة القادمة هي أكثر جزء Call of Duty اشتغلوا عليه، لأنه كان مفروض ينزل هالسنة بدال Black Ops Cold War، كان المفروض هجزء ينزل، فأخذوا سنة زيادة عليه، يعني عم يشتغلوا عليه تقريبا من 2017 ولا من 2018 إلى الآن. فلو طلعت اللعبة سيئة خلاص أكتيفيجن لازم يسكروا استوديو سليج هامر بالكامل. وحسب ما شفت ردة فعل الناس على تويتر وردت وكل المواقع، الكل مستاء من هالشيء، لأنه Black Ops Cold War صحيح إنها مو بالحرب العالمية الثانية، بس بالماضي وأسلحتها وستايلها يعني قريب نوعا ما لحقبة الحرب العالمية الثانية. فما نبي لعبة بنفس الوضع، يعني الكل بده لعبة بالمستقبل، مو بالمستقبل مرة، يعني بنفس Modern Warfare تقريبا. وحتى شفت كثير ناس بدهم لعبة بالمستقبل مع إكسو سوت ومشي على الحيط وقفزات نفس Advanced Warfare وBlack Ops 3. أنا سويت تصويت على الإنستغرام وعلى تويتر، وفي التصويتين الناس صوتوا أكثر إنه ودهم جزء Call of Duty القادم يكون بالمستقبل مع قفزات ومشي على الحيط وهالكلام كله. أدري عدد جدا كبير من الناس يكره الألعاب، يكره Call of Duty المستقبلية، بس صراحة حاليا ودنا هالألعاب، من زمان ما شفناها وخلاص نبي نوعا ما تغيير. بس مثل ما قلت بالتسريف بداية الفيديو انه اللعبة القادمة راح تكون بالحرب العالمية الثانية، اللي بعدها Modern Warfare، واللي بعدها Black Ops بالمستقبل. فمن وجهة نظري لا، خلنا ننتظر، خلنا نشوف لعبة مستقبلية من Black Ops وان شاء الله تكون بنفس مستوى Black Ops 3. طيب خلنا نتكلم عن الزومبي. ما في اي تسريبات عن الزومبي، بس مثل ما فهمنا انه عالم كول اوف ديوتي حاليا صار كله بعالم واحد، كل اجزاء كول اوف ديوتي والزومبي معهم بنفس العالم. وباول كاتسين زومبي شفناه لماب دي ماشين، شفنا انه مشاكل الزومبي ومشاكل الدارك ايثر اجت على العالم من وراء تجارب النازيين بالحرب العالمية الثانية. فجدا جدا منطقي انه الجزء القادم
راح نشوف هالتجارب هاي. يعني الجزء القادم راح يكون زومبي نفس زومبي بلاك اوبس، نفس العالم نفس القصة بس بالماضي، نشوف شو النازيين اللي سووه وشو المشاكل اللي سووها اللي أدت إلى ظهور الزومبي. لأنه نحن في بلاك اوبس كولد وور شفنا تفاصيل جدا بسيطة إنه كيف النازيين راحوا على البنكر اللي في دي ماشين وراحوا عملوا تجارب وكذا، بس ما شفنا أي تفاصيل، فجدا منطقي ورجونا إياها باللعبة القادمة. هذا الشيء جدا حماسي، بس بنفس الوقت يعني سلج هامر ما يعرفوا يعملوا زومبي. الزومبي تبعهم تبع وورد وور 2 والزومبي اللي قبله كان تبع ادفانس وورفير، الاثنين اسوأ من بعض من ناحية الجيم بلاي، فصراحة أنا متخوف من هالشيء بشكل جدا كبير. في يا شباب كذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى لا تنسوا تعطوا الفيديو زر اللايك وشاركونا بالتعليقات إجابة على هالسؤالين. أول سؤال، هل ودكم اللعبة القادمة تكون بالحرب العالمية الثانية ولا بدكم إياها بالمستقبل ولا بحقبة أو مكان ثاني؟ أتمنى تشاركونا بالتعليقات. السؤال الثاني، هل ودكم زومبي بالجزء القادم ولا لا خلاص بدكم نستنى زومبي بلاك أوبس بعد سنتين؟ فإيه بس كان معكم الشركية وشركة كيش، كم دي هاي الثانية إن شاء الله، مع السلامة.